أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الآن، معكم إنجي طاهر. ونذهب إلى شرم الشيخ، حيث شارك رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في ماراثون السلام الذي شارك فيه عدد من الشباب المتواجدون في فعاليات منتدى شباب العالم 2019. وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ السبت الماضي بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أكثر من 7000 شاب من 196 دولة والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم. وتناول المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، بالإضافة إلى التحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.